الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بها نبدأ معركة حماة بإذن الله. ونقول للأشرار الذين أتونا من إيران وروسيا وعصابات تنظيم الأسد، قد جئناكم بإذن الله بجيش من هذه الأرض ومن هذا التراب. أنتم تقولون أن هذا جيش وعصابات مسلحة، ونحن نقول لكم بإذن الله أننا جيش منظم سوف نقهركم في عقر دياركم بإذن الله. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. اللهم سدد رميانا يا رب.